هاد الاخت كانت جات عندي في الحصه الاولى، كنت قلت لها شنو الخدمه، قالت لي تنقف تيوقف عليا واحد الملك لابس الحمار هادي طلقني، طلقني انا وراجلي فرقني. بقيت نقرا على الحصه الاولى وين ينطقوا، ينطقوا فيها، انطق فيها قال لي شوف هذه السيده ما نخرجش منها، هذه السيده خدامه معنا، بغينا تخدم معنا، راه خدامه معنا وعطينا العهد، معاهد انا باش تخدم معنا السحر والشعوذه. قلت لهم شنو طالبين منا؟ قال لي الذبح لغير الله، الذبح لغير الله تذبح. حطت هذه السيده سبحان الله العظيم تقلبها راه زوين الصراحه في الاول من جات عندي، قالت لي انا بغيت هذا الشيء مرضت فيه ولادي، هذا الشيء تحول لولادي وتحول لهذو، حنا بغينا، قالت لي بغينا هذا الشيء تحيد مني، تقد تساعدني مساعده. قلت لها نساعدك باذن الله. درنا الحصه الاولى ان شاء الله باذن الله، خرج منا المس الملك الاول، درنا الحصه الثانيه خرج منا الملك الثاني، الحمد لله بقات متبع معايا واحد مده شهر وزياده تقريبا هي الرقيه. ولقيت عند التوكال هما تيوكلوها، قال لي حنا تنوكلوها هي اصلا قالت لي، قالت واحد النقطه نساتها، تتحلم تتاكل، انما الجن تيوكل اللي تيحلم تياكل، الجن تيوكلو واخا تحيد السحر تيتجدد السحر تيعاود يتجدد. وتبعت معايا الحصه سبحان الله العظيم صبرت، وقال لي شوف انت اول حاجه ناديوك ولادك، هذا قال لي اديك ولادك، كان باذن الله ولادي محصنين ومحصن راسي ما تقدش عليا انا باذن الله. هذا الانسان تعرف تيكون يصلي تيكون هذه ما تيخافش من هذا. ولقيت لقى شويه المشاكل ما نكذبش عليك، لقى مشاكل في الدار، تندخل من هنا بحال كيكون الدار هانيين، ندخل انا تنعرف راسي ارفع الاذان في الدار ديالي وترقي القناه، طب ما ترقي القناه ديال الدار تتهدل الامور. ترقي بالقران، بالقران ترفع الاذان اول وتنقرا ايه الكرسي في القناه وترش مات القران. من تجي عندي الحصه الثانيه عاوتاني تجي عندي هنايا تندير لها استفراغ، تتحط بانيو ديال التوكل، تقول لي راه حلمت عاوتاني تناكل شي حاجه، تناكل حاجه زوينه تناكل، قلت لها انما التوكل عاود تجدد لينا. قلت لها شوف ان شاء الله انطيك الزيت تحصني بالزيت وتصلي. زيت العود مع زيت الحبه السوداء مع زيت الزيتون، كاين زيوت تتخلطهم بالرقيه، واعطيتها المسك باش ما يعاودش الملك يعاود يرجع لها. الملك مسك اسود. قلت لها ديري في ظفارك وديري حدا ودنك وديري في ظفارك ونعسي. وقري اي الكرسي سبع مرات ونعسي مضيه. واحد الليله الحصه 15 حصه. قالت لي يا حلمت بهذاك الملك جاي عندي باغي يدخل وتبحال تيضرب في الزجاج وتيعاود يرجع. قلت لي هذاك شناهي عرفتي شناهي؟ هي اية الكرسي نعسي مضيه ومحصنه لا يقربك الشيطان. من تتحلم عاوتاني تحلم بهذاك الزجاج بحال اللي داير بهذا الزجاج تبغي يدخل تيبغي يرجع ليها تلقاها محصنه. قالت لي تنحلم بواحد جاي باغي يدخل وتيعاود يرجع. قعدت نتبع معايا الحمد لله مختم معايا حصص حصص حصص. جابت لي بنتها، راه ما هضرش على بنتها الصغيره، بنتها الصغيره جات خلعتني انا صراحه، شدت دجاج هرس كاس هرسته بيديها وتقعد ما عرفتش شي وحده تهرس كاس بوجهها تهرسو كاس كاس. وقع لها والو؟ وقع لها والو، لقيتها مسافره، عيطت لها ولقيتها مسافره، تجي ان شاء الله وتعاود معاهم الحوار. هذا الشيء نقز من درنا الرقيه للاخت، نقز لوليداتها بناتها. ولده غادي تهرس مسكين في الاول موطور عاود وقع عليه تيوقع مشاكل، هما تيديروا المشاكل، هو راه ما اصاب الا ما كتب الله، هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. وهي هذيك سبحان الله تبعت معايا الحصص ولا تيجي عند الناس يعيطوا ليها، بدلت النمره، حيدت النمره ديال اللي كانت دايره، دارت نمره اخرى وجمع الحمد لله جمع الشمل ديالها الاخ، جمع الشمل ديالها هي وليداتها ولات عايشه بخير. هي الهضره اللي قالت لك كان عندها جوج طوموبيلات الشوقه، ولكن في الاخر علاش ما وقع عندها والو؟ انما ديال الحرام
الشياطين تيجيبوا لها الفلوس وتيخليوا لها والو بحال الريبة وبحال كبيتي الماء بحال كبيتي ما في الرملة. واحد الوقت داس عليها شهر راه ما عاودتها. واحد الوقت ما لقات ما تاكل خبزة ما لقات ما تاكل هذا ما قالتها شي خبزة ما لقات ما تاكل وقفوا عليها قالوا شوفي عاودتي انت رجعي تاخذي فيلا وتاخذي هذه وهذه. عاودت ليا قلت لها شوفي راه بغاو إليك غرور باش ترجعي للطريق وياك واخا شي حاجه بلا ما نقولها الحمد لله. قالت لي قلت لها انا نوقف معك ان شاء الله ماديا ما تخميش هي ما تفرجيش. هذا جابت لي الطبق جابت لي اللون احمر لون خضر لون صفر الوان كاملين زرق. قلت لها الاحمر ديال من قالت لي دي حمو اللون الاخضر ديال ملكه اللون صفر ديال ميره اللون زرق عند ملكه هي الكحل عند عائشه هاد الوان كاملين. قلت لك خدام معايا قالت لي هذا الملك كامل خدام معايا كله. قلت لها ان شاء الله هادشي نحرقو. قالت لي عندك هدف ولاد شديتي الشيء حركتو باذن الله حركتو وحيدت لها داكشي كامل والحمد لله وفقنا الله اخي الله يوفقنا الله. شحال تقريبا انت كتعالج هاد السيده؟ تقريبا فايت شهر اخي بكرة يوميا ماشي شي نهار بالطمنه صباح ليل اه صباح وتنطول في الحصه كتبها كذاب حصه تدير بعد مرات واحد النهار شي ايامات شديتها نص نهار حصه الاخرى هذاك تنقولوا حنايا المريد الكبير ديالهم حطوهم كما قال الرسول منهم طيارين من يطير في الهواء ومنهم من يغوص ومنهم من عمار تيعمروا البيوت. ما قلت على القران وسمعتي شي صوت خرج؟ في اصوات تيقولوا اصوات تدير بعض المرات كانت تدير في الاول بحال قطه تدير واحد المره بعد بحال شي يجرو صوت يجرو بعد مرة تدير واحد بحال شي وليد صغار كيهضروا فيها صغيورين ومرة صوت صغار هي ذاك الاخ سبحان الله العظيم كمل هضرت معها شي شهر ونص. الحصة اللي غنطول معها هي من الصباح من 9 الصباح حتى العصر. هذه الحصة هي المطولة هي الاخرى ما حبس لا تغدينا صلينا وبدينا عاوتاني ان شاء الله بحصة. هذا الشيء فيها بحال نقولوا قديم خص تطول الحصه شحال ما طولتي الحصه وقريتي على 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 المريض ولا اي واحد تيضيق عليه الجسد ما تطول في الحصه ديك تقرا حصه غير قصيره وهادي ما واش كنت هي مسحوره وقيلا ولات كدير هاد السحر ولا شي واحد دار لها شي عمل ولات تبع داك الطريق حتى السحر تيلعب انت يكون سحر كانت مسحوره اي اصلا كانت مسحوره هذا الشيء كان تيدار لهم في الدار مرشوش تيترشو تيتخطى من تيولي لك يولي الملك من تيولي هو تيدخل خادم في الاول خادم السحر من تيدخل خادم السحر تيتحول عاشق تيولي عاشق من تيولي عاشق تيدخل الاخرين اللي معاه الشياطين يقول انا شدوا هاد السيده تخدم معانا تولي تصنت لنا كلام تيوليو هدوهم بحال الانسان تيكون ضعيف بالدين وبالصلاه وما كاين لا وضوء لا والو تيقول ضعيف بالزربه تيلبسوه واش يديروا تيديروا الخوف هو الاول بعدا من تيديروا الخوف تيقول لها تخدم معنا تيوقفوا عليه تيقول لها شنو دير وشنو دير وشنو دير وشنو دير وسبحان الله العظيم الله وفقنا لهاد الاخت و قالت بانها مزوجه به وعندها وليدات يعني كيفاش كتكون العلاقه بين الجن والانس يعني واش هو غير التخيل هي التخيل ابدا حكين سحر التخيل غير باش تكون هي تيبانوا ليها ياك واخا يكون ولادها ولادو هو حط لا يجوز انت عارف القضيه الجن مع الانس حط الجن يريح تتحلم غير تتحلم تخيل برافو تخيل راه هو يجي ويجامع واخا يجامع يجامع ولكن باش يولد يعني الجن ملي كيجمع شي سيده شي انس يعني واش كتحس بهذيك تتحس ولكن تحس بحال تحلم احلام احلام حط هو غير الريح ماشي شي حاجه اللي تحس بيه مملو فهمتي لا علاش والجن ما يمكنش يولد مع الانس باش تعرف حط الجن ريح إذا دابا تيبانو كاين اللي تيبانو ولاد صغار تيبانو تيقول لها راه ها انا ولدت معاك هادو تيجيبو الملاك
وكاين راه ماشي معاها هي باش هي تقول صافي رانا تزوج بيا. هو قال تزوج ولد ماشي جنيه. برافو عليك هي ولد مع جنيه. بحال الانس مع الانس والجن مع الجن. هذه راه بزاف الله يجازيك بخير بزاف تيطلعوا الناس في اذاعات اخرين وتيقولوا هذه القضيه. فهمتي؟ القضيه ما كايناش. باش تولد مع الجن ما كايناش. شفت واحد الشاب من لبنان قال بانه مزوج بجنيه عنده وليداته وديك بزاف الخواتم يعني داك الشيء ما كاينش. لا لا ما كاينش ما كاينش الجن. هذا الشيء ما كاين. هذا انا دابا في هذا الميدان دابا تقريبا راه شي 18 عام. واحد مشيت للخارج مشيت هذي خدمت لا هذا الشيء ديال الجن ما كاينش. شحال من واحد سمع ندخل له تلقى ما يمكنش. ودابا الجن انت ريح. الله هو سماه ريح الله. ياك برد بحال البرد تنقولوا وانت انس ما يمكنش تولد معاه فهمتي هو راه يحلم بحال شي واحد يستحلم براه هذا هو اللي كاين. اخر مره درت لها الرقيه عرفتي بانها برات صافي يعني ولات هي جديده كيفاش هي شنو لاحت فمها شنو هذه هي بزاف حوايج تقيات في الاول في الحصه السابعه تقيات لي في الاول الزغب حطيت الزغب من فمها تقيات الشعر ولا الزغب؟ ايه الشعر شعر ديال الراس وهي اصلا من تتحلم تتحلم بشعرها تي تيطيح وفي الصباح تلقاها تيطيح فهم هي هذا توكل تيتسمى توكل الجن ياك هذا توكل الجن وواحد الساعه من بديت معها الرقيه انطق فيها واحد قلت شنو داير لها؟ قال لي وقفت هذا الميدان غنشللها. قلت باذن الله عاد توقف هذا الميدان وغنقف. بقينا الحمد لله سولتي واحد السؤال دابا ياك؟ شنو سولتي سؤال؟ زعما كيفاش باش بريتي اخر مره شنو لاحت؟ هي لاحت هذا الشيء ديال الزغب تيتسمى توكل الجن هذا ياك؟ ولكن هي عندها واحد الطريقه من قلت لها اللي قلتها لها راسها صغير ما شاء الله عليها صراحه عاونتني تنقول لها صلي واخا قالت لي تنحس بالقجان شي واحد تيجي قجني لا في المنام تيقول لها رجعي رجعي كملي معنا راه نقتلو تنقول لها لا راه تيخلعو قرا اي كرسي تقرا اي كرسي تيمشي هذاك الشيء تتداعي الكرسي عاوتاني تيرجع هذاك الشيء حط القران حطوا هما ضعفاء باش تعرف هذه القضيه الاخ ضعفاء الجن كله ضعيف الانسان اللي تيحصن راسو تيكون محصن ما يقدش يدخل ليه اللي تصلي في الوقت راه عارف اللي تصلي في الوقت اذكار الصباح اذكار المساء اذكار المساء اذكار المساء وقلت لي شنو القضيه واخا هكاك موراها بقاو تيدوروا في جنبها حسيت بهم انما تيدوروا في جنبها تتحس بيديها تتقال تتنمل في الدار انما بقاو يدوروا 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 يقدوا حتى دابا يبقاو يدوروا ولكن دابا حصنا راسها ما عندهم من يدخلوا لها. قدو دابا حنا كنتكلموا معاك هي معنا وهما كاينين دابا معنا. يقد يجيو يكونوا تسرقوا السمع يسرقوا السمع. واحد السيده رقيتها مده عام كانت تطيح في العراسات وفي شوف القصه كيفاش ولات بخير تزوجت كان عندها تعطيل الزواج ولات مزيان واحد النهار في واحد المناسبه يقول لاختها عقلتي كان فك السميه ديال هذاك الجن. كان فيك ميمون ويطيح يرجع عيطوا ليا كيما شويه عند السيده قال لي عيطت ليا عيطت لي سميتي انا جالس مع صحابي وهي عيطت ليا حتى ما خصش الانسان شوف من تيسالي الرقيه ديالو تيسالي المسائل ديالو كيولي مزيان ما تيبقاش يعاود في هذاك الشيء. وهادشي اللي لاحظته مع السيده ملي قلت لها شكون هذاك السيده ما قدتش الجن شنو اسمه ما قدتش تقولها يعني تقلل سالا خايفه لي حاسه حتى انا وصيتها قلت لها ما بقيتش تبدي هادشي في الدار عاودي شي حاجه اخرى وقري القران وقري البقره وداومي البقره وتداوم البقره فهمتي الحمد لله علاش؟ حتى هي ما خصهاش يمكن تجبد هذا الشيء نساه راه قد راه شتي كيفاش من قلت لها سميتو ما قدتش تقولها. نشكر موقع اشكاين جزاهم الله خيرين وجاو بعاد الحمد لله جاو بعاد الطريق ضاربين الطريق جاو عندنا مرحبا بهم. غنشكر البنات الشباب بنات شابات كيتمسوا بالمس العاشق هذا هو كيشوفوا في المرايه كينعسوا من غير ملابس فهمتي هذا تيدخل للمس العاشق هادو
باش يبعدوا من هذا الشيء. ما يشوفوش في المرايه، ما يهضروش في الطواليط، ما يدوشوش مول العصر مول المغرب، هذا باش البنات. وما يهضروش في الطواليط في التليفونات، كاين تيهضر دابا في التليفونات كاين تيهضر في هذه، راه صعيب هذه القضيه. والانسان اللي حافظ على الصلاه، حافظ على الصلاه وحافظ على اذكار الصباح واذكار المساء، ما تمسو حتى حاجه. ودابا كسر هاد المس بزاف، كسر عباد الله مريض بالمس بزاف، باش كسر البعد عند الله سبحانه وتعالى. تبعد الله الانسان، تبعد عن الله تيعطيه الشيطان سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال لك: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسرا. القران كله شفاء، اي انسان يرقي راسه بيده. راه كاين انسان يرقي راسه بيده، كاين ناس نصحهم نقول له رقي راسك بيدك. انا سبعات يقول لك اخويا شوف انا ما بقيتش نخدم، ما بقيتش نكره الخدمه، ما بقيتش نقول شوف اخويا قرا هذه الايات الحمد لله، ودير ورق السدر ودوش بماء القران والحمد لله. وفعلا النيه تكون نيه سبحانه وتعالى. وخويا نشكرك بزاف وجزاكم الله خيرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.